ألو، الأنسة غيثلان حب الملوك في خدمتكم، أشحب بالخاطر؟ لا سيدي، هذا ماشي الباطوار، هذه الوكالة اللي كتعطي الرخص. آه مرحبا مرحبا مرحبا، أجيب معك الملف وأجيب معك العجل حتى هو نشوفه. مع السلامة، إلى اللقاء، مع السلامة. الأنسة عجلان غزلان، نعم سيد المدير. شحال هذه في الساعة؟ الله يرضي على بنتي، شحال هذه؟ الله يعفو عنا وعليك، قولي آمين. أمين سيد المدير، كاينة مكانة وحدة في الوكالة، راها عندكم في المكتب. فينا هي؟ أنا ما باين لي والو. ويلي لاصقة في الحيط. هنا حيط في الحيوط. هذاك الحيط اللي مقابل معاك سي بلاش. صافي بلاش بلاش، أنا كنت باغي نحقق المكانة ديالي، ولكن حتى نمشي للدار وغادي نحققها إما على المكانة ديال الضو ولا المكنه ديال الماء. عجلان غزلان استعدي، بغيتك مستعجل دابا. هاد النهار؟ قلت لك دابا، يعني دابا دابا دابا. ما يمكنش ليا سيد المدير. وعلاش؟ ما مسالياش السي بلاش. كيفاش ما مسالياش؟ اشنو عندك؟ صايمه. صايمه؟ ومع من؟ مع راسي. هاني لك، مبروك علينا. الله يبارك فيك، العقوبة عليك ان شاء الله. في حياتك في حياتك عزيزي، في حياتك. ما في خباركش باللي ما مسالياش، ما في خباركش باللي صايمه. سيري اختي، سيري شدي السفلي حتى يودنو زوكي. حتى تي الاخت عطلوا عليك الرخصه. تصوري انا هادي مده وانا طالع هابط. لا لا ماشي لاسانسور، لكن نهضر على راسي انا، الملف ديالي انا. تصوري رخصه ديال الطوموبيلات ديال التساطيح هادي 3 شهور وانا غادي جاي عليها. بالحق ما قال لك رخصه ديال الطوموبيل عطيوها، اما ديال التساطيح خصها لافوار. ولكن انا بغيت ندير التساطيح عندي في الدرب. صافي هذا واحد تيرا كبيره ومتيسعه ونقيتها من الزبل حشاك. درت بحال بونضيف، كتعرف فيه بنضيف؟ بنضيف. نقيتها ونظفتها وصوفتها وحيت منها الزبل، رجعت من داكشي الخنز. دابا خصهم يعطوني الرخصة وراكل التساطيح. إوا يا اختي اش غادي نقول لك؟ ملي جا من الصفر ما لقاهاش في الدار. سوال الخدامة، قالت لي ما عرفتهاش فين مشات. هو يتقلق بزاف. لا ماشي على خطيبته، على المشا. ايوا خرج في داك الليل كيقلب عليها بحال الحمق، ما خلى فين مشى. لا 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 ماشي الموش، خوليو. علاش انتي ما بقيتيش متبعه المسلسل؟ ايوا بلاتي بلاتي نعاودك الحلقه الاخرى اللي موراه. قطعي 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 قطعي، عندي شي شغل. سولتي عليا لالا لاكازيل ياك اودي؟ لاباس. المدير بغاك ضروري. بغاني ضروري دوا ديال المعدنه. صيفط لك الشاوش حماده حتى القهوه يقلب عليك. ما كنتش في القهوه. وفين كنتي؟ كنت مشدود. ويلي في الكوميساريه. انا واهيا شدوني شي حباب الله للغدا، ما كنا مضاربين النهار كله مع واحد الكونتونير. وفكوك منه الناس. كونتونير لالا غزلان هو صندوق ديال الحديد كبير، فيه كنجيبو لا مارك شونديز. وديالاش هاد لا مارشونديز؟ فعينين هادوك كوموند جديد، شت الشباكية من سريلانكا. قوليا كي داير هاد الشباكية سريلانكا؟ سون بلومب، بدون رصاص. إلا كلتيها ما تبقاش سميتك غزلان. وشنو غتولي سميتي بالسلامة؟ جاكي شان. يمكن لي أشوف سعادة المدير؟ لا مشغول، ما مساليش دابا، يلا سير حتى تجي. غاب غاب بلا ما يشور، بلا ما يشور. هم تيكت. غاب غاب بلا ما يشور، بلا ما يشور. غاب. اش حب الخطر انيسه؟
ياك نتوما اللي طلبتوا تشوفونا سيد المدير؟ انا وقتاش ياك بلا مرة قلتي لي دابا ايه فكرتيني الله يرضي عليك. انيسه غزلان بغيتك تجمعي لي الموظفين. باش بنص؟ لا ما يمكنش صايمه. سمحي لي انيسه غزلان غادي نتعبك معايا شويه، غادي تجمعي لي الموظفين لانني عندي معاهم اجتماع طارئ. يعني مستعجل؟ لا غير بشويه عليك. انا وعدت اختك مراتي لالا شمس الضحى باش ما غاديش نشقيك. الله يخليك عليا عزيزي، وحتى انا من جهتي غير خذ راحتك، نعس على جنب الراحه. شخور داكشي اللي لقيتيني ناوي نعمل، حتى انا محتاج نركب شي طويق. الله يعطيك الصحه. لا يخطيك يا غزلان، لا يخطيك حياتي. الله يعطيك الصحه. طويل على زهر عندها عباد الله، كنخلي المراه في الدار كنجي كنلقى اختها في الخدمه، القمه ديال السعاده. هم شكت هم شكت ربعة ديال الطونوبيلات اللي وجدت لك المغراوي ولا اسمك. حولية، حسب، جرانة، كاوكاوا وفرماجة. خناك بالله ماشي تموين هذا ديال سيمانة، ماشي كول وركب. ولكن عندي لك طلب، الديوانة عليك. لا 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 لا، انت تدون وانا نرون. لبلايك الخيل العتارس، انا غندير كوري انا، هذاك الشيء كل شيء على حسابي انا. ولكن شنتيفه، ها شوف شنتيفه ما نقصهاش لك. ما نقدرش اخويا، راه الملح في الطعام راه درناه زعما انت ديالنا، ودرنا لك الثمن ديال من البياج لهنا. هذه رجليك من لاصال جرنان. قلت لك السي المغراوي فكر مزيان، الثمن راه ديال المعرفه، وباش ما كان اليوم ان شاء الله ترد عليا. عيط في التليفون اللي بغيتي بربعه خدامين، ولكن ما تفوتش ليا تسعود لي الله يرحم باك. كنخرج نضرب السمان. اش كتقول؟ السمان اللي مع كريك راسي. اسمح لي المغراوي نشاطي، واش راهي؟ اش كاين؟ ما نخافوش؟ السلام عليكم. سي السمان راه جيت على ديك الرخصة ديال التساطيح؟ ايه نعم اسيدي ايه. وما قدكش هاد التساطيح اللي عايشينو في هاد البيرو في هاد الوكالة هادي؟ ما قدكش؟ سير الله يخليك، سير تدخل مع الناس اللي كيتسناو في القاعة. راه ما كاين، حتى واحد ما كاين. راه غيري انا. ياك انت؟ هل انت سميتك توريا جبران؟ لا انا عزري. بغيت نقول لك نعم سي سمان، كاين واحد السيد على برا ولكن ما عرفت سميتها. الله يخليك يا ابني، الله يخليك. سير عفاك، سير تتولوا بزاف واجه ودخلوا. راه ما يمكنناش نهائيا وقطعا تدخل بلا ما تشد الصف. علاه ما كنتي في القسم؟ ها؟ واش ولدي ما قريتيش في الصغر ديالك؟ انا في الصفي، انا في الخلفي، انا يمناك، أنا يسرك، سارع، أنت البارع. أنا في الصف، أنا في الخلف، أنا يمناك، أنا يسرك، سارع، أنت البارع. ساطيح شو مخر. لالا غزلان، واش بصح بغاني المدير؟ من الصباح وقلب عليك الدنيا، قفرت عليك حماده، قفرت عليك. سيد المدير شوش حماده هو جا. ايوا من بعد. كيفاش من بعد؟ ياك بلا مره قلتي لي قلبي عليه. اي فكرتيني. خليه يدخل. قال لك ادخل. ادخل زيد. اش هادشي عندك السي حماده؟ ياك لاباس نعمس. كيفاش ياك لاباس؟ فين هي الامانه؟ علاش موصيك؟ امانه؟ ايه البورطابل اللي قلت لك دبر لي عليه فين هو؟ البورطابل. ام عفو انت بتكلمني انا المدير
وعفوي انت بيتي كلمني. سعادة المدير راني دبرت لك على واحد جسم ما كيدورش. لا وليدي انا بغيت يكون كيدور وما كرهتي يكون كيتسارى كاع. اخر صيحة في عالم الجسمات هي دا سعادة المدير. هي قول لي شي ماركة جديدة. لا هذا باقي مع عمرو ما تصوبش. يا وليدي يا حمادة واش هاد الهضرة اللي كتقول واش صح ولا غير قالت كتعمر عليا في الشوارج؟ هي انا كنفيبر سعادة المدير ياك دينا شاد مع سيادتكم الريزو. ايوا بان وجهك فين هو البورتابل طلع؟ لا دابا حنت هذاك هو دابا البورتابل كان ديكودي فيه الديكوداج ديالو واعر. واعر؟ مالو كيعض ولا؟ بحال داكشي نعماس والله العظيم دابا راه كنصوبو اما نديكودي اما غيديكوديني صح. ولا رانا غادي نديكوديكم بجوج. شوف الودي حمادة ما نعاود نشوف وجهك من غير لما كان البورتابل في يدك. سمعتي؟ يلا اعطيني قلت النظر من وجهك. يلا يلا. غير شاوش وكيفهم في البورتابل حسن مني. عجوبة. مبارك مسعود على غزلان نزغرت ولا مازال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لقى بعد الرجل اللي كيعمر العين. ومالي انا انا كنخويها. لا كتخلعها. انا بغيت شي واحد يكون بحال خوليو. هو اليوغا. اش بغيتي بخويا؟ شوف هادي اش تروجرا اليوم اللي جيتي انت الاول الاجتماع. اجتماع؟ شنو اجتماع؟ سي جمال راك زعما اطار خص الاجتماع يكون في خبارك. شتي انا واخا قد هكذا انا باقي غير طوير. ايوا عندك الطير حيتاش ان شاء الله غادي ترقى وغادي تولي كادر. كادر ديال بصح؟ معلوم ديال بصح. وغادي نسمروك ان شاء الله في الباب ديال الوكاله بالمطرقه والمسمار. يلا اللي عندكم بعامر قوم خاوي النار الفارسية تكتبون اي دارات نطقون اي دار. يلا حضرات مستوطنين ومستوطنات يقول لكم المدير باللي راه عندكم اجتماع اليوم. ورفات عندكم اجتماع اليوم الحاضر يقول هاللي غايب اللي سمع هاد الكلام يمشي يقدم نفسه واللي ما جاش ما يلوم الا نفسه. دري لامين ديال سوق شطيبة. عيبت هاد المدير غير هنا غير بالاجتماعات عيبت الله. او انا بغيت غير نعرف معامل تشاور باش يدير هاد الاجتماع. وحق هاك الطعيمة اللي عمرني ما كلت في محلك هي ما في خبري. ايوا هادشي ماشي ما خاصنا يا مولاي نوقفو وقفة احتجاجية. واه يدير الاجتماع بلا ما يتصور مع الجمعية. على واهية خاصنا نمشيو عندو الجماعة ونصبركو معاه ونعرفو واش بغا وديك الساعة نقرب واش غنديرو اجتماع هنا ولا عند مشفن. هل تبقى معطي؟ واول زويمتي والحنين الراجل راه قال لك اش ظهر لك في الاجتماع ديال دابا. الاجتماع ودابا لا ابدا. ولك راسك المدير كبير بينا وبغى يشوفنا وبغى يبارك معنا. مالو مسكين زغبي مريض ولا؟ ابدا ابدا انا الله يخليك انا كنعرف كتمشي لك التعبئه مره مره. المدير استدعاكم باش يجتمع معاكم صافي. إلا كان على قبل المدير ما عندي مانع ولكن الاجتماع لا. قول وي ما في خباركش بالضبط هذا الاجتماع علاش؟ على في هذه خوكم أورزون. وش عنده ما يكون هالفرد؟ اش عنده ما يكون؟ يكون هذا شي واحد شريها لينا. وش شريها؟ نبيع عليكم أنا بالرباح والليلة. دابا هادي الطوموبيل طوطوط وهذه حتى هي الطوموبيل طوطوط. دابا الطوموبيل مع الطوموبيل بارك سطيح تيرا زبل خيخي يا سطيح سطيح زوين. دابا الرخصة ما كاينش كاين قبحة قبحة طح طح ديدي ديدي واه شتينا مسالي شتي
شوي شوي سيدي. يلا 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 اهلا، كنقدم لك راسي مراد الفردة في خدمتكم. عندك باش نقضيو؟ كاين ما نقضيو؟ تقلب فنقولك الا عندك شي مشكل او شي حاجه نقدر نعمل نقص باجتماع. او خذي سي ميميس ديالي مراد الفردة اف اير كراميل ايروبور. اتصلي بيا. هاد السيده واقيلا لا زيزونه. كلهم مستعدين؟ على أتم الاستعداد سيد المدير. إذا قول لهم يمشيو يبدلوا ساعة أخرى. كيفاش؟ ياك أنت اللي قلتي لي جمعيهم باش دير معاهم اجتماع. هي 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 الأنسة غزلان سمحي لي. قول لهم يتفضلوا يدخلوا. قال لكم تفضلوا. ادخل. لا وألف لا. تحية جمعوية. احتراماتي نعمس. اليوم يخرجها منك، اليوم يخرجها منك. صباح الخير حبيبي. صباح الخير والرباح. طلبتو باش تشاهدوني؟ شاهدوك دي في دي. اشنو هو الموضوع؟ لا نتوما العمس ديال اللي طلبتوا تشاهدونا باش تقصروا معنا. بغيت نقول باش تجتمعوا معنا. تمام تمام عندك الصح فكرتيني. كنبشركم وصلني فاكس بصحتك. نعم اس مرقوس على زبيتي تعيد وتعاود. شكرا شكرا. ينام الاسف الفاكس اللي وصلني بالفرنساوي. ما تخلعوش انا غادي نقوم لكم بالترجمه الفوريه. فور فور سعاده المدير. بالفور يا شيفور. الفاكس كيقول ما معناه؟ في اطار تحديث المساطير التنمويه وترشيد الادوات المكتبيه وتقنين الوظيفه العموميه وحفاظا على اللامركزية وفي إطار تنمية الديمقراطية وتخفيفا لآفة البطالة المتفشية. فقد قررنا، ماشي أنا، الإدارة المركزية تبعا للمساطير، أن نبعث لسيادتكم رئيس قسم لمصلحة تابعة لوكالتكم. مفهوم؟ واش سيدي المدير ما كنديروش خدماتنا؟ علاش جايبين هذا الاطار على المساطير؟ انا عندي نعم سيدي 10 ديال المساطير ها هم. ولو ولو سي ابدا ولو اللي مطلوب منا جميعا هو اننا نتعاونوا مع هذا رئيس القسم، نساعدوه، نقوموا بواجبنا، نمدوا له يد العون. أنا من جهة سعادتك المدير عندي واحد طنوبيلة باقا بلا ديوانة كنوهبها ليه. صيفطها ليا الدري ولد بنت اختي الفردة. داك اللي كان جاب لي الفردة. ما قلتيش لنا سميتها حبيبي. عفوا سيد المدير. سؤال ذكي. برافو عليك. ما عندي ما يتسالك. سؤال وجيه وفي محله. يقول الفاكس بأن الاسم ديالو هو أمال تيسير. سير يا ودي سير. الله يخليك سي السمان. راني مازال كنترجم. عفوا مستي عفوا. يقول الفاكس بأن هذا السيد وسيم طويل يبدو أصغر من سنه بكثير، بشوش خجول، يحب السباحة، ولكن المهم هو أنه مازال عازف غير متزوج. سيد المدير. ولهذا سيد المدير. شكون دو؟ سيد المدير شنو التليفون ديالو عافاك. اش كديري انت هنا أنسة؟ شنو هذا؟ سلام زمان. وإن ذلك فعل و أوه ولهذا أوه مفاجأة سارة.
السيد رئيس القسم وصل. سيري قولوا له يتفضل، قولوا له يتفضل. ما نعاودش نوصيكم، ساعدوه عاونوه. قال لك تفضل. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame.